تواصل مره ثانيه على طول اماميه في نص الملعب. تتلعب عدى القرموطي، عدى القرموطي، لسه الكره مع القرموطي، تلعب العرضيه وجون ابوكا وقنبله، قنبله صاروخ بالراس من جون ابوكا، يتقدم تسلم راسك يا ابوكا، وبيختم على الكوره زي ما بيقول جون ابوكا ويحرز الهدف السادس له في دوري هذا الموسم، احرز في فرقه هدفين في انبي وهدف في نادي الزمالك، والنهارده بيحرز الهدف رقم 6. اتلعبت حلوه من القرموطي، عدى القرموطي من كابوري، اتلعبت العرضيه يا ولد يا ولد، راحت لابو السعود ولكن اخذت ايد ابو السعود وهي داخله الكره، اتلعبت حلو. شوف شوف ده شوطه بالراس، شوطه بالراس ما شافهاش ابو السعود رغم ان راحت على ايد ابو السعود، اخذت ايد ابو السعود ويتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الاول، واحنا في الدقيقه 43 في مرمى المقاولين العرب اللي محتاج وراه اكتر المقاولين العرب، لكن الطلوع في الهواء ايه والنزول على الارض ايه وتغيير الاتجاه ايه وايه وايه يا جون يا ابوكا، ناحية الشمال لجوزيف أوشايا، تتلعب على طول أمامية لمحمد سالم، محمد سالم دخل منطقة سالم، لعب العرضية سالم وتسديدة، ويا سلام ويا سلام على طول الأوغندي غواكيم أوجيري يحرز هدف التعادل، واحنا في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني، التعادل عشان المباراة تحلو، ولكن صاروخ صاروخ من الاوغندي غواكيم اوجيري بيسكن مرمى محمد بسام، عدى محمد سالم الهداف نجم الزمالك وبتروجيت والداخليه والمقاولين، عدى ولعب بشماله لغواكيم اوجيري بيمينه، ودى بسام على اليمين وراحت الكوره في المقص الشمال، لا تصد ولا ترد عشان يعلو صوتنا من الشوط الاول. قلت لحضراتكم اذا اراد المقاولين العرب ان يبقى في دائره طموح البقاء في الدوري الممتاز فعليه بمواصله المشوار وحصد الثلاث نقاط، المباراه تعود الى نقطه التعادل.